silah veriyor, her şey veriyor. Biz istemiyoruz. Harbi. Muhammed Ufka, la ey haca ve la şey. Alevi, sinni, Türkiye, Kürde, ey haca. Kullu sava, nuhne kuy ayşin bad dünya. Ba Antakya, ba Hatay. Bir rihaniye annahum, katun nazlamna, Allah la yuvafkum. Bas. الريحانية شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا انه هو علوي اللي عملوها؟ قالوا علوية، الدولة قالت علوية، ما الريحانية. نحن كلياتنا اخوي كلهم اخواتنا هذول. ليه الدولة بده يقول هيك؟ معقول بدهم يحاربوا كثير هون؟ بدهم الحرب، نحن ما نبغى لا حرب ولا شيء، مثل الانسانية نعيش بهالدنيا. بس. سو هلا مطلوب من الدولة استقال رجب طيب اردوغان، احمد داوود اوغلو، مطلوب منهم ينزلوا؟ الله بيعرف لازم ينزلوا يعني لازم ينزلوا نعم سو يعني اذا نزلوا مين بياخذ محلهم والله ما بعرف بس احنا بنريد الدم بس هيك ما بدنا غير شيء نحن الاسلام بتضل قوات كلها الناس احنا ما في عندنا يعني احنا ما بدنا يعني احنا ما بدنا شيء المشاكل اللي بتبقوا العالم كلنا اولادنا كلنا اخواتنا ما لازم يصير هيك نقول يا حرام نحن كلنا اخوة عايشين منطقة كلنا بالسبع ملة كلها عايشين مثل اخواتي يعني ما لازم وليه هاي اللعبة عم بيصير؟ ليه الحرب؟ مين كان الحرب؟ مين بيستفيد؟ أمريكا يعني أمريكا وإسرائيل أمريكا وإسرائيل ليه؟ بدهم تاخذوا بدهم العلوي السني ليه؟ شو بيستفيدوا؟ بدهم البترول بدهم الهاكا بدهم تيقطعوا راس بعضهم تينطرونا بعض السنة والعلوي أنا ما بدي يرجعوا أبدا ولا عمري بدي يرجعوا أبدا هذا كله مستحيل هذا الكلام الكلام الفارغ اللي ما يعمله هذا كله مستحيل هذا كله تلعب أمريكا إسرائيل هذا كله لعبة كله لعبة هذا كله تلعب الخونة الجاهلين الخرافة صرنا 60,000 سنة 150,000 سنة عايشين زي الإخوان جايين علشان يخربونا أبدا ما بدي يحسن ما بيحسن يخربونا أبدا أنا صار لي عايش 25 سنة بالسعودية يعني مستحيل أبدا ما بدي ينجحوا أبدا أنا تركي وبنت تركي وعلوي والسن كلنا إخواننا ونحن كلنا إخوات هنا ما بدي يوقعونا ببعضنا أبدا مستحيل عبر الله يسوع يا جماعة علق سوريا علشان يخشوا الإيران علشان يخشوا لبنان علشان يخشوا هناك نصر الله ما بدي يحسنوا أبدا كلنا إخوات كلنا اخوان هنا ما بدي ينجح ابدا يدخل في هذه المواضيع الله ينصر ابدا مستحيل ما بدنا غير شيء الله ينصره يعطيك العافيه الله يعطيكم ويعطيكم العافيه